مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات، النباتات البرية ونباتات الزينة وغيرها من النباتات. عندنا اليوم نبات عرف الديك أو جل الحمر فوق الفوائد والزراعة، هو نبات حولي اسمه العلمي سيزوريا أرجنتينيا كريستاتا، أزاره حمر وذهبية في نورات سنبلية مكتظة قطيفية وريشية ومروحية. بالرغم انه اصله من الهند، فان عرف الديك انتشر على نطاق واسع في جميع انحاء المناطق الاستوائيه من امريكا الشماليه والجنوبيه وافريقيا، حيث تساعد درجه الحراره المثاليه على نمو رؤوس الازهار المتوهجه والتي يطلق عليها عرف الديك. احتل مكانه كبيره لدى بائع الازهار، الازهار الجميله والوانها الفاقعه، كما انه يستخدم ايضا الاوراق وبراعمه الصالحه للاكل، اما بذوره فغنيه بالزيت المهدي، وأما زهره تستخدم لإيقاف الجروح ونزيف الدم. الفوائد: سيستخدم منقوع الماء المسحوق عشب في علاج أمراض القلب وهبوطه، حيث يحتوي هذا النبات على جلوكوزيدات قلبية أهمها مركب أدينوكسين، وهذا المركب يعمل على تنظيم ضربات القلب وزيادة تدفق الدم في الشرايين وداخل الجسم بصفة متزنة، على قدرتها على توسيع الأوعية الدموية وتفيد في حالة تصلب الشرايين، كما أن لها قدرة فائقة في إدرار البول بغزارة وتنقية المجرى البولي. حياتها الزهرية: تزهر النبتة لمدة 4 إلى 8 أسابيع أو الفترة التي استطاعتها البقاء فيها داخل الزهرية، هي من 5 إلى 7 أيام أو أطول. الزراعة: هذه النبتة تفضل الظروف الشمسة لأنها تنبع من بيئة استوائية وتنمو في تربة جيدة صرف وغنية، ويزرع في حديقة المنزل مع إضافة سماد عضوي. بذرة عرف الديك سوداء دقيقة زهرة، ويتم جمعها بوضع ورق أو كيس حريري تحت النبتة حتى تسقط البذور عليها، أو عن طريق أخذها من النبتة بطريقة الفرك. هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.